المشاركين والمشاركات. لتلقح الثقافات دائما نرحب بالوفد الافريقي الحاضر وايانا دائما في النسخه العاشره من تعليق المهرجان الدولي لتونسيا مقمقمقطع. وشكرا وكل الشكر لكل المساهمين والمدعمين، كذلك نخص بالذكر الشكر لرجال الدرك الملكي ورجال الوقايه المدنيه ورجال القوات المساعده وكل المتدخلين في احياء هذه الفعاليات، فعاليات المهرجان الدولي لتونسيا مقطع. كذلك الشكر كل الشكر لكل رجال الاعلام والصحافه المسموعه المكتوبه والالكترونيه الحاضره لتغطيه هذا الحدث. يعيش الحدث بامتياز والحدث الدولي هذه المرة طيلة ثلاثة أيام، نعيش عرس ثقافي بامتياز مغربية مهرجان مقطع الدولي للفروسية. والمنظم طبعا من طرف الجمعية العلمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نسأل الله وأياه. فضاءات متعددة ومتنوعة ثلاثة أيام. شكرا سينا. أكثر من 30